أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما رأيكم في الأكل بهذه الملعقة، وهل هي من التشبه أم لا حرج فيها؟ يباح الأكل في الملعقة، ويقولون إن أول من أكل بالملعقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك، خصوصا إذا كان يحتاج إليها، أو حتى لو لم يحتاج إليها لا بأس بالأكل بها. نعم.